طبيعة عمل المكتب استقبال القضايا سواء شكاوي أو محولة من المحكمة تجي على مكتبنا، احنا نحاول انه نوصل للسلم، نوصل للصلح بين هالزوجين أو بين حتى احنا قضايا أم على ابنها أو بنت على أمها في شكاوي، فنحاول انه نقرب وجهات النظر، إرشادات أو نصائح أو نقاش. يعني الزوجة لها حقوقها، لها واجباتها، هي يعني أكثر شيء فعالة بهالأسرة بالمجتمع، يعني تكفي إنها أم، فالأم لازم تكون يعني طبيعة الحال الأم فعالة، يعني مجرد ما هالأسرة اللي عندها هالأولاد هالكذا إلى آخره، من خلال هالأطفال هالأسرة اللي بانيتها هي تبني مجتمع. صرنا نحس إنه إحنا كمكان آمن إلهن، صاروا يجون يحجون بكل رياحية، شلون بدي أقول لك، بكل يعني حتى نفسياتهم ترتاح، إيش بي عندهم يحجون بأحيانا قضاء، يعني بأمور ما تنحكى صاروا يحجونها وما يخافون وما يترددون. 4 سنوات اللي مضت على مجتمعنا أيام داعش كانت المرأة أسيرة محطمة، ما إلها حقوق، ما إلها واجبات، يعني مجرد إذا تطلع بدون نقاب ممكن أنه تنسجن أو محرومة من الدراسة، محرومة من أنه تعيش حياتها، زواج قاصرات يعني بال12 وبال10 مع الأسف. كنا نسمع أنه 10 سنوات كانت تتزوج هذه المرحلة، يعني عانت المرأة كثير، وأولي قبل نفس الوقت كانت زاد في معاناة، ولكن بالوقت الحالي بالعكس إلها الحرية، الحرية الصح. كمؤسساتنا كنسوية كنساء يعني بالفعل كان لهم الدور ولهم النجاح ولهم الإنجازات بكل المجالات، بالمؤسسات، بالكومين، يعني نبلش من الكومين وهي طالعة للمؤسسات. تعتبر لجنة التدريب من اللجان الأساسية والهامة في المجلس، لأنه يقوم على عاتقها الجزء الأكبر من توعية النساء. تقسم مهام لجنة التدريب إلى عدة أقسام، ومنها أعطاء الدروس الفكرية في الأكاديميات المدنية والعسكرية، وأيضا التنسيق مع كافة المؤسسات لإقامة ورشات عمل ومخرجات تفيد هذه اللجنة. وأيضا تقوم لجنة التدريب بافتتاح دورات أمية لتعليم النساء اللواتي لم يستطعن الحصول على حقهن في التعليم بسبب الظروف التي تمارس عليهن من عادات وتقاليد. وأيضا تقوم لجنة التدريب بحملات توعوية وأيضا فكرية لرفع مستوى الوعي لدى المرأة التي كانت مقموعة في السابق. نحن كلجنة التدريب بعد مرور عدة سنوات نرى أن عادت المرأة إلى قوتها، استطاعت إعلاء صوتها، استطاعت المطالبة بحقوقها، وأيضا نراها اليوم مشاركة في كافة المؤسسات، في كافة الأماكن، وبالأخص في الأماكن السياسية وأيضا العسكرية التي كانت مهمشة بالنسبة لها بسبب حرمانها لأبسط حقوقها وهو التعليم. سيطرت داعش على هذه المنطقة لمدة 4 سنوات، أنتجت كثير من نسبة الجهل والتخلف من الناحية العلمية وأيضا من الناحية الثقافية. مع بداية تحرير هذه المنطقة واجهت المرأة صعوبات في مواجهة هذه المرحلة لأنها لم تكن بالشكل السهل، ولكن من خلال بداية، من خلال الزيارات، من خلال تعريف المرأة على دورها، تعريف المرأة على تاريخها، تعريف المرأة على جوهرها الحقيقي، استطاعت تخطي هذه مرحلة الخوف وبدأت تتوسع بوعيها، بثقافتها، بعلاقاتها الاجتماعية للوصول إلى هدفها الأكبر. أضافت سيطرة داعش أيضا عادات وتقاليد بالية وهي تهميش دور المرأة، فقد عرف في السابق أن المرأة ليس لها دور، وظيفتها الإنجاب، وظيفتها فقط كآلة لتنظيف وأداء واجبها تجاه زوجها وأطفالها. فقد استطعنا نحن في افتتاح الدورات والدروس الفكرية استقطاب
نسبة كبيرة من النساء اللواتي كان يملكن الشخصية الضعيفة الانطوائية، ليست قادرة على حتى التكلم بصوت عالي. من خلال الأسلوب الذي قمنا به، من خلال تعريف المرأة على دورها، من خلال العودة إلى السابق وإلى تاريخها، استطاعت المرأة رويدا رويدا الحصول على قوتها، الحصول على الجرأة في الكلام، وأيضا طرح الأفكار التي كانت موجودة بداخلها، وذلك بمساندة المؤسسات النسوية التي كانت تدعم هذه الأفكار. من خلال 7 سنوات أنجزت المرأة اليوم دور فعال بالمجتمع، دور اليوم سياسي قيادية، اليوم تقدر تدير أي مرأة مؤسسة. اليوم من خلال 7 سنوات اليوم في عنا نحن مشاريع، فتح مشاريع للمرأة، تقوية المرأة إمكانيا. من خلال اليوم نشوف كرئاسة مشتركة بالمؤسسات، اليوم نشوف دورها الفعال، اليوم هي سياسية قيادية، اليوم نشوف المرأة على الجبهات كتف على كتف، هي بيد وبيد بيد الرجل. اليوم خلال 7 سنوات أثبتت وجودها المرأة بعد كمان معاناة طبعا، يعني ما جاء هذا بشيء سهولة، بإصرار وبقوة المرأة ومن الظلم اللي طلعت منه المرأة. هي أعطى حق الإدارة التي أعطت حق للمرأة، وهي أثبتت وجودها خلال 7 سنوات بحقوقها. اليوم نحن نطالب مثلا، نطالب اليوم عدل المساواة بين الجنسين، نطالب اليوم تحرير الذهنية اللي كانت تسلط على المرأة من الرجل. نحب اليوم نسبة وجودنا، نسبة دورنا نحن كمرأة. تم اليوم توعية المرأة بكل المجالات. اليوم نحن أعطينا الفرصة لإثبات وجودنا، لإثبات حقوقنا. أنجزنا بخلال فترة هي كانت بسيطة، 7 سنوات، بس اليوم نشوف المرأة قيادية ريادية. اليوم هي تقدر اليوم تدير نفسها بنفسها. أعطيناها اليوم فرصة تحقق ذاتها، حققت ذاتها حتى بالمنزل، حققت ذاتها. اليوم كنا نعطي توعية للمرأة من أجل اليوم تتعرف على ذاتها اللي كانت مخفية سابقا. نحن نشوف اليوم النساء قبل 7 سنوات ونشوفها اليوم على صعيد الحاضر. اليوم المرأة قادرة أن تصنع قرار، هي صاحبة قرار. اليوم نشوفها بكافة المجالات، بكافة المؤسسات، هي تقدر تثبت وجودها، تقدر هي تكون صاحبة قرار، وهي قوية، وتقدر هي بالعكس. نحن نشوف الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية هي عطت المجال الأوسع والأكبر للمرأة، وبهذا الشيء نحن نشوف المرأة اليوم أثبتت وجودها وأثبتت دورها. نحن كتجمع نساء زنوبيا اليوم نشوف أكثر عدد من النساء اليوم في مجال العمل. يعني قبل ما كان هذا الشيء نشوفه، بس اليوم نحن عم نشوف النساء فعلا برئاسة المشتركة بمجالس، نشوف الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، نشوف اليوم بأي مؤسسة إن كان سياسيا وإن كان اليوم بمجال عسكري، وإن كان اليوم النساء على الحواجز وعلى الجبهات. اليوم فعلا هذا الشيء نحن نفتخر فيه كنساء محافظة الرقة، فعلا هذا فخر لأننا نحن كتجمع نساء زنوبيا أنه وصلنا خلال 7 سنوات لهذا الوصول لهذه المرأة.